لي ويت ويت خليني أقولها. I said one wrong word. Okay. Alrighty. أنا أشتغل في ADFC على تنسيق وتوجيه جميع الخدمات المكتبية، أعد الفواتير والتقارير، أعد الخطابات، وأعد البيانات المالية. نقوم بمساعدة ضيوفنا القادمين من خارج الدولة عن طريقنا، سواء كانوا مبدعين، فنانين، أصحاب شركات أو صناع محتوى، من خلال توجيههم إلى الجهات المعنية في أبوظبي، وذلك لتوثيق علاقات طويلة المدى ما بينهم من أجل تعزيز أعمالهم واستثماراتهم المباشرة وغير مباشرة في أبوظبي. نحن نعمل في ربط الشركات العالمية وكبار الشخصيات مع الجهات المعنية في أبوظبي. على سبيل المثال استضفنا الوفد الكندي في أبوظبي وعقدنا سلسلة من العروض التقديمية والاجتماعات، وتم عرضها لتلفن كندا، ناشونال فيلم بورد، اند كندا ميديا فوند. نصطحب الضيوف القادمين من خارج الدولة في تجربة فريدة من نوعها للتعرف على مواقع التصوير والمعالم السياحية في أبوظبي، وفي نفس الوقت يتم العمل على تمكين هذه المواقع في الأعمال الإنتاجية القادمة بالتعاون مع الجهات المعنية في أبوظبي. ومن هذه الأعمال تصوير الحفل الغنائي لفرقة ناو يونايتد في متحف اللوفر أبوظبي، وتصوير برنامج مع المشاهير لحفل توزيع الجوائز آيفا. يتمثل عملي في لجنة أبوظبي للأفلام في تسهيل عمليات الإنتاج القادمة من جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال دعم وتوجيه المنتجين. بالإضافة إلى ذلك نعمل على تطوير البنية التحتية للإنتاج من خلال بناء أضخم الاستديوهات، توسيع طاقم التصوير والمواهب المحلية لجذب أكبر عدد ممكن من المشاريع الإنتاجية على المستوى الإقليمي والعالمي. ومن المشاريع الضخمة التي عملت عليها 6 Underground، Mission Impossible، Tiger زنداهي، ساهو، وأيضاً عدد من الأعمال الدرامية العربية مثل العاصوف ورشاش. جزء من أهدافنا في اللجنة هو إبراز أبوظبي على أنها مركز إعلامي جاهز لاستيعاب التصوير والإنتاج بكل مجالاته، لأنه بالفعل العمل اللي قمنا فيه من تأسيس اللجنة، سواء كان هالعمل مع زملائنا أو مع طاقم التصوير المحلي، كان مجهود ضخم وتجربة ناجحة مستمرة لحد اليوم. من سنوات العمل الأولى أثبتنا أن أبوظبي قادرة على استيعاب الأفلام الإنتاجية الضخمة، وبفضل خبراتنا وتجاربنا أصبحت الآن بيئة الإنتاج عندنا في أبوظبي بيئة متكاملة، ونحن محافظين على هالمركز اللي كوناه ومستمرين في تطويره. حققت المرأة مكاسب عديدة بعد تمكينها في المجال الإعلامي، فمنهم من أصبحت مخرجة، ومنهم من أصبحت منتجة إعلامية، ومنهم من أبدعت في مجال التصميم. أضافت المرأة الإماراتية لمستها الإبداعية في جميع مجالات الإعلام. ساهمت مشاركة المرأة الإماراتية في جميع المجالات الإعلامية لإبراز أبوظبي كوجهة رئيسية لجذب شركات الإنتاج المحلية والعالمية. محظوظة أن الإمارات تدرك أهمية وجود المرأة بين القوى العاملة، ومحظوظة أيضاً أني أنا أكون مساهمة في نمو بلادي.